لما تمشي شوية في الرحلة القلبية، خلال الرحلة وخلال ما انت مكمل، هتتفاجئ بمفاجأة. يعني اللي هو ايه ده، هو كأني كنت بدور كل ده عن رب العزة عز وجل جوه نفوس البشر. هتلاقي نفسك تفتكر مواقف، تحس في لحظة ان انا كنت بدور عليه طول الوقت وانت شفته قبل كده، شفته زمان وانت في عالم الذر، نفسه شافتك، نفسك شافته، ولكن احنا نسينا. فهتمشي في البشر، يعني تمشي في عالم البشر بتدور وكأنك فاقد شيء عزيز قوي وماشي تدور عليه. لما هتلاقيه وتضعه داخل القبلة القلبية، كل شيء مزيف هيخرج بره قلبك. فتخيل بقى الدنيا كلها تطلع بره قلبك فيبقى المال في ايديك، حبة ورق، الناس حواليك اهلا وسهلا، خرجوا كنتم منورين، دخلوا اهلا وسهلا. فتفقد القيم المزيفة، قيمة الأشياء المزيفة في الحياة كلها تفقدها. يعني في ناس بتعيش حياتها تجري وتلهس عشان تاخد ورقة شهادة مختوم خدمة ناصر أو تجري حياتها كلها عشان تجيب لبس برندات أو تبني بيت أو تبني قصر أو تاخد مركز، أو هتحس إن أنت في غنى عن كل ده، مش محتاجه أصلا. حتى لو الدنيا دي كلها جت تحت رجلك، هتلاقي فجأة كده مش هتحس ان في حاجة اقيم، حاجة اعلى. هتحس ان انت الدنيا كلها جت في ايدك، مهما امتلكت ومهما خسرت، ولكن هناك الاقيم. فما تستغربش لما تلاقي ان الحاجة اللي في الكون مهما كانت في عين البشر كبيرة وغالية، هتحس ان انت ملهاش قيمة. الغريب ان بوجود ربنا جوه قلبك بالقبلة القلبية في المركز، في مركز قلبك، وكأن وجود ربنا في قوة هتخلي يطرد كل شيء مزيف من حياتك، إذا كان أشخاص، إذا كان مواد، إذا كان أماكن. هتحس إنك بتكتسب معاني جديدة في الحياة مختلفة. بص، هي مش فكرة زهد، هي فكرة أنت فهمت إيه اللي يعني مش عارفة أوصلها لكم إزاي بالكلام. يعني انت فهمت إيه اللي يستحق في الحياة، وطالما حطيت الملك جوه مملكتك القلبية، وده اختياري، انت عايز تضع ربنا جوه مملكتك القلبية، حط، مش عايز حط المال، حط العيال، حط الشهادة، حط الجمال، حط الجسد، حط كل شيء براحتك، ولكن انك باختيارك الحر، لان الاختيار زي ما احنا قلنا الاختيار هو منحة ومحنة. الاختيار ده الشيء الوحيد، ان انت براحتك تختار تعمل اللي انت عايزه في الحياة، ودي منحة ربنا مدهنا، ولكنها منحة محنة لو معرفتش تختار صح هتوديك في ده يعني. فهنا
لأ، إن اخترت إنك تضع الملك جوه ملكوتك، جوه الكون الداخلي ليك، وضعته في مركزية الفعل، مركزية الفكرة، مركزية القلب، مركزية النظر، مركزية كل شيء، عالم النوايا، انت هتشوف كون تاني. عشان بس قولا واحدا، طبعا هل ده انا بعمله طول الوقت؟ لا طبعا، عشان بس بقى انا بسعى الي، زي ما انا قلت لكم 100 مره هفضل اقول لغايه ما اموت، انا لا ادعي المثاليه ولا ادعي ان انا وصلت لحاجه محدش وصلها، ولكن اللحظات دي لحظات احنا كنا ممكن نمر بيها، في لحظات الابتلاء الشديد وانا منكسر وواصل لمرحله من العجز وفقدان، وفجاه بقى خلاص انا رميت كل بقى الاسباب واتجهت بقى لمسبب الاسباب. ممكن اللحظه دي بتلاقي نفسك زهدت الدكاتره لو انت تعبان مثلا، زهدت المحاولات، زهدت ووصلت النقطه خلاص، نقطه الصفر، خلاص انا استكفيت من اني ادور في الحاجات الفالصه، خلاص انا بقى مش لاقي سبب للي انا فيه، فانا هروح بقبلتي القلبيه اللي مسبب الاسباب. ممكن في لحظات الابتلاء الشديد، المرض الشديد، كان في حد كان بيتكلم على تيك توك وهو كان مدمن هيروين، وكان ضرب في رجله، يعني كان واخد جرعه عاليه وضرب في رجله الاثنين، وكانوا لرجله الاثنين بيبوظهم يعني خلاص كده، وعمل حادثه يعني، بص كان في وضع يعني مش عارفه، قعدوا كام ساعه يطلعوه من العربيه ميت. فقال لك انا بقى في اللحظه دي خلاص بقيت اقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. خلاص هي في لحظات الابتلاء الشديد بتلاقي نفسك تلقائي. بس يا جماعه احنا جوانا جوانا البرنامج التلقائي اللي هو الفطري الطبيعي، ان انت بالطبيعه بفطرتك الطبيعيه تدور على ربنا، بس لما عشنا في وسط البشر اتبرمجنا بدماغ الام والاب والعيله والمدرسه والتعليم والافلام دي كلها، الفكر الجمعي. فهنا لما تخش بقى في مرحله الصفر دي بترجع للخلف، ارجع بقى للبرنامج الفطري، انا بقى راجع للكبير خلاص بقى، ليه زهقت من ان انت بتدور على السبب في الحاجات الماديه، لا انا بقى راجع للكبير. فهنا بصوا بقى بيتم كسر البرنامج اللي هو المين، كسر البرنامج المبرمج. فهنا انا بقى مش عايز البرنامج المبرمج ده، كسر كسر كسر، انا راجع بقى للبرنامج الفطري، وتقوم راجع للخلف بس. فهنا هتلاقي في برنامجك الفطري الطبيعي ان ربنا في مركزيه كل شيء. فانا مريض دلوقتي، انا راجع بقى يا رب، انا راجع لك باب قلبي يا رب، انت سبب عندك يا رب، انا زهقت بقى من لفه على الدكاتره خلاص. طب مثلا في اي مرحله من مراحل العجز بقى او الياس او الخوف الشديد، خلاص فهنا بيتم استعاده البرنامج الاصلي، بيتم استعاده البرنامج الاصلي في الابتلاءات الشديده، في الازمات الشديده، خلاص انا بقى بصوا زهقت، انا لا عدت رايح لدكاتره ولا عدت بفكر تاني في علاقات ولا عدت تاني مش عارفه ايه، من كتر الخذلان بقى وبقى موتنا خلاص موتنا. فهنا تلقائي تلاقي نفسك ورا خلاص، انا راجع، انا بصوا هكسر كل البرمجه دي، هكسر كل البرمجه وهرجع تاني واحط ربنا جوه مركزيه طلبي. يعني ايه مركزيه الطلب؟ وانا بطلب مش وانا رايح الدكتور، نقدر مثلا عندي مرض او حاجه، فانا رايح للدكتور فمفكر ان الدكتور ده بالورقه اللي ادالي الهبله دي، تمام، الورقه اللي قبل بالتالي دي خلاص هو بقى كده، هو ده اللي هيشفيني، تمام. لا، فانا باخد الورقه دي وانا بسعى وباخد الاسباب، بس انا عارف ان الشافي هو ربنا، تمام. هفهمكم في نقطه تانية ان في وصايه، بس في وصايه، بس في ربنا في الخلفيه، خلوا في النقطه دي عشان ما اطلعش منها انا بقى نهار ابيض. تمام، وصلنا لايه؟ نسيت. تمام. فهنا الابتلاء او الصدمه او الحاجه الشديده دي بترجعك للبرنامج الفطري، ارجع بقى كده، حط ربنا في المركزيه، حط ربنا في مركزيه ايه؟ في مركزيه قلبك، في مركزيه الطلب، في مركزيه النيه، اطلب من المكان الصح، من كتر زهدك ومن كتر خذلانك ومن كتر مرمطتك ومن كتر ما انت استحلت في انك بتطلب او ماشي بالبرمجه. فهنا بيتم كسر مفاجئ لمين؟ للبرنامج المزيف، البرنامج اللي هو البرنامج اللي تم تظبيطه اللي هو البرنامج المبرمج، البرمجه يعني. فهنا لا انا بقى والله اللي هستعيد تاني، بستعيد تاني مين؟ البرنامج الفطري. تلاقي الواحد داخل في مرض، سبحان الله،
فجأة هدى ووشه ابيض وبقى على وش النور. ايه الجمال ده؟ تحس انه دخل في حاجة غلط. هنا بقى بيبقى الانسان مثلا في المرض الشديد او الحاجة الشديدة دي، او مثلا موت حاجه رهيبه يا جدعان هو مش قادر يستحملها، خلاص هنكسر فيتم تكسير مين البرنامج بقى الغلط ده. وهنا يتم استعاده البرنامج الفطري الاساسي، فتلاقي الواحد مرض وطلع من المرض الله اكبر وشه منور بقى، وتحس ان على وشه النور، سبحان الله سبحان الله. هنا بقى تم استعاده مين البرنامج الفطري الاساسي نتيجه الابتلاء الشديد، فتحط ربنا بقى فين؟ خلاص انا شلت الاسباب كلها، بصوا الكانسر ده او الابتلاء الشديد ده او النصيبه السوداء اللي انا وقعت فيها دي، تمام، انا مش هسال حد، انا مش هسال حد، انا بقى اروح عند مسبب الاسباب. فهنا بيتم استعاده البرنامج الفطري الطبيعي اللي هو اصلا طبيعي ان اللي خلقك يبقى داخل كل، بصوا كل ذره في المنتصف كده، كل ذره وكل فكره وكل نيه وكل سلوك وكل حركه وكل سبب وكل كل شيء. فهنا يتم استعاده البرنامج الفطري، فتلاقي الراجل طالع الله اكبر، هو انت يا ابني كنت بتحج ولا انت طالع من المرض منور كده ووشك، وتلاقي وشه سبحان الله وحرفيا وكأن كل ذنوبه وكل برمجته تم هدمها، وتلاقي سبحان الله بعد هدم البرنامج المزيف ده، تمام، واستعادة البرنامج الفطري خلال الابتلاء، يطلع الله أكبر مغسول من المرض، مغسول من الابتلاء، وراضي ووشه هادي ووشه منور، وتم استعادة البرنامج الفطري، تمام، وطلع سبحان الله بمنحة نتيجة المحنة، بمنحة نتيجة المحنة، تمام. وهنا المحنة والابتلاء والألم غيروا كيانه، خلوه يتم من خلال الألم نضج، من خلال الألم قدر يحدد ايه الشيء اللي له معنى وايه الشيء اللي ملوش معنى في الدنيا، قدر يغير مركزية الاستمداد او طريقة الاستمداد، قدر يشوف عجز البشر، هو تعبان بقى ومريض ودي له الدكتور معرفش ايه في الدولة الفلانية واصبر ومدري والافلام دي كلها، خلاص اتصل في الابتلاءات العظيمة والألم الذي لا يحتمل، الألام النفسية والألام الجسدية في لحظات الابتلاء العظيمة، في لحظات العجز ولحظات فقد الاتصال وفقد الأمل من كل شيء مادي في الكون، في اللحظة دي هيتم تكسير كل البرنامج المبرمج داخليا جواك من تشوهات وقواعد ومعتقدات البشر، وهيتم استعادة البرنامج الفطري اللي فيه ما بتدورش على الأسباب، اللي فيه بتتوجه إلى مسبب الأسباب، اللي فيه بتكسر كل شيء ملوش لازمة في حياتك، عندك استعداد تخسر كل شيء ولكنك لا تخسر نفسك ولا تخسر اللحظة ولا علاقة مع ربك. ومن هنا وقت ما هتكسر وكأني شيء احنا لابسينه كده مزيف ممر، في اللحظة دي لما يتم استعادة البرنامج الفطري الأساسي الحقيقي، انت هنا بقيت نسختك الحقيقية، نسخة الحقيقية متصلة برب العزة طول الوقت، ربنا في مركزية كل شيء، مركزية قلبها، مركزية الفكرة اللي داخل عقلها، مركزية النية، مركزية القلب، مركزية السلوك، مركزية السبب، متصلة طول الوقت بربنا وسجدة طول الوقت لربنا بالعقل والنفس والجسد والسلوك والنوايا والأفعال. ومن هنا هتكتشف معنى السجود الحقيقي، معنى الاتصال الحقيقي، معنى الرحمة الحقيقية.
وهتكتشف تزييف كل الوجود والناس اللي حواليك. اوعى محد يتضايق من الابتلاءات. يا الله يا الله على جمال وجودك يا ربي، وسوء الطريق اللي مشينا فيه لغاية ما وصلنا لك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب. ولكن جمال لحظة واحدة من وجودك مع ربنا كفيلة تمسح كل شيء جوه نفسك من ألم ووجع وخذلان ويأس وفقد ورفض وتمني وخسارة وحزن وخوف. لحظة واحدة من الاتصال الحقيقي بالقبلة القلبية كفيلة إنها تمسح كل الذاكرة اللي موجودة عندك، وتمسح كل البرمجة السيئة وكل الاستمداد السيء. في اللحظة دي هتتغسل حرفيا من كل ذنوبك، وترجع نضيف. قلبك أبيض، ما بتشيلش في قلبك ولا حقد ولا حسد ولا غيرة من الآخر، لأن عارف أن ربنا عادل، عارف أن ربنا ما بيظلمش حد. هتكون طول الوقت متصل بربنا وساجد عقليا وساجد نفسيا وساجد بوجودك. وحين تفقد اللحظة دي من الاتصال هتحس ساعتها أنك ضايع، انك بتدور على اغلى حاجة ممكن الانسان يكتسبها في الدنيا، هي لحظة اتصال صادقة ما بينك وما بين الحبيب. كفاية كده. السلام عليكم.